السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال شباب؟ شو اخباركم؟ عساكم بخير، عساكم طيبين، معكم اخوكم محمد. جبت لكم يوميات فيفا. صح اني طولت شوي في اليوميات، لا والله مو بشوي واجد، مو هذا موضوعنا. جبت لكم تشكيلة السنة من وجهة نظري اللي انا اشوفها الافضل، لكن برضو اقول لكم وجهة نظري وحطوا تحت وجهة نظري خطين من ثلاثة. المهم تشكيلة السنة صراحة فيها لاعبين واجد ما توقعت بيكونوا في التشكيلة لانهم ما قدموا شيء، ولاعبين واجد ظلموا في التشكيلة. التشكيلة اللي بقولها لكم 4-3-3 أساس أقدر أخذ كل النجوم أو كل اللي يقدم أداء كويس. الخط الحارس ما حد يختلف عليه، مانويل نوير كان أفضل حارس بلا منازع، ممكن بيتر تشيك كان ينافسه، لكن نوير حقق ألقاب أكثر يعني أو حقق إنجازات أكثر من بيتر تشيك الموسم اللي طاف. الدفاع السناتر راموس، أنا أقول راموس ما كان يستاهل يدخل صراحة، لأنه جاب العيد في أبطال أوروبا، كله جاب العيد من دور 16 لين دور لين النهائي، لين نص النهائي عفوا، هو جاب العيد. المهم أنا أشوف أنه صراحة ما تسمز يستاهل يدخل، أو على الأقل سوبوتيتش كان يستاهل يخش مكان راموس. ثياغو سيلفا ما حد يختلف عليه. ألفيس أنا توقعت صراحة يحطون ألبا، لأن ألفيس ما سوى أي شيء يتميز فيه عن ألبا، بالعكس ألبا اللي جاب بطل أوروبا وجاب الدوري الألماني وجاب، فأنا أشوف إنه ألبا كان يستحق أكثر من ألفيس. ظهير الثاني ما يختلف عليه فيليب لام، ما حد يختلف عليه. الوسط الثلاثة هم حطوا إنييستا وحطوا تشافي، اللي مرة ما توقعت مثلينتهم، توقعت أنا شمشتاجر أو على الأقل غوندوغان، كلهم الثلاثة ذولا أدوا أحسن من تشافي وإنييستا، غوندوغان وشمشتاجر، ولو اني افضل شمشتاجر لانه حقق انجازات اكثر من غوندوغان. برضو نقول اساس نرتبهم، نقول شمشتاجر محور ويمين، يمين كريستيانو، يسار ريبيريه، فرانك ريبيريه، الثلاثه اللي قدام فان بيرسي وزلاتان ابراهيموفيتش وليونا ميسي، بدون تحديد مراكز يعني. زلاتان دخلها يعني بصراحة بدون أي شك، ولا أحد يقدر يتكلم فيه زلاتان. ليونيل ميسي كذلك، برضو فان بيرسي اللي استغربت كيف ما دخل في التشكيلة، فان بيرسي اللي سوى كل حاجة في خلال موسمين، سواء مع الأرسنال ولا مع اليونايتد، سوى كل حاجة، هداف الدوري موسمين وخل ورا بعض، أفضل لاعب لعام 2012 في الدوري الإنجليزي، سوى كل شيء فان بيرسي. إذا منقارنه مع زلاتان، نقول زلاتان هداف الدوري الفرنسي، فان بيرسي هداف الدوري الانجليزي. زلاتان جاب الدوري الفرنسي مع البي اس جي، فان بيرسي مو جاب الدوري مع اليونايتد، فان بيرسي جاب الدوري لليونايتد، اليونايتد كان عاجز بدونه، كان ما يقدر يجيب الدوري بدون فان بيرسي الموسم 2013، فان بيرسي جاب الدوري لليونايتد، سوى كل حاجه، سوى كل انجاز شخصي، كل انجاز مع النادي سواه، يمكن بس ابطال اوروبا اللي ما سواه بالنسبه لفان بيرسي. اعيد واكرر، انا ما قارنها بحكم انه يدخل مكان زلاتان، لا بالعكس زلاتان ما محله، لكن انا اشوف انه ما له داعي يكون اربع وسط اساسا. اذا انت ما عندك اربع بدعوا في خط الوسط كموسم 2013، تقدر يا اخي تحطهم في الهجوم، يعني حرام تظلم فان بيرسي على حساب تشافي ولا انيستا، حرام انك تظلم فان بيرسي هداف الدوري الانجليزي وجاب الدوري اليونايتد، تظلم على حساب لاعب وسط ما قدم شيء. ما حد يختلف على نجوميه انيستا ولا تشافي، لكن احنا نتكلم عن الموسم اللي طاف، موسم 2013 ما سوى شيء صراحه، عكس فان بيرسي اللي سوى كل حاجة، لأن صراحة اليونايتد كان ضايع بدون فان بيرسي، الدفاع كان مضروب، مع ذلك كان يجلد فان بيرسي في الهجوم. ما ودي أتكلم واجد في النقطة هذه، لأن مثل ما قلت لكم صراحة ظلم فيها واجد فان بيرسي، لثاني موسم على التوالي يظلم فيها. بقول حاجة لانتقل النقطة الثانية من الموضوع، علامة استفهام بسيطة بس، كيف تشكيلتين للسنة ورا بعض، موسمين ورا بعض، ما يكون فيها ولا لاعب من الدوري الانجليزي ولا لاعب من الدوري الايطالي؟ يعني معقوله ما في ولا لاعب من الدوريين اللي لفت نظرهم ولا لاعب واحد؟ علامة استفهام. نروح الموضوع الثاني، جائزة البالندور، يعني بصراحة يستحقها كريستيانو، ما حد يختلف عليها. برضو يستحقها ريبري، هنا ما تقدر تقول شيء، دون يستحقها، دون سوى كل حاجة فردية، وهي الجائزة طبعا تعتمد على الفردية،
جائزة بلندور عكس تشكيلة السنة اللي تعتمد على العمل الجماعي. البلندور تعتمد على العمل الفردي أكثر من العمل الجماعي، ما يهتمون لإنجازاتك كنادي أو كإنجازاتك مع النادي، يهتمون لإنجازاتك الفردية. الدون سوى إنجازات فردية يعني لا تعد ولا تحصى، هداف الدوري، هداف بطل أوروبا، وهداف يعني هدف دوري إسباني هو الظاهر أو والله ما أدري. المهم ريبريح قرأت لي تغريدة لحظة إعلان الدون كأفضل لاعب في العالم، قرأت لي تغريدة يقول لك ريبيريه طعن بنفس سكين شنايدر، طعن بسكين شنايدر. أكذب عليك إذا قلت لك إذا قلت لك الدون ما يستاهلها، استاهل الدون وريبيريه يستاهلها. السنة ذي كانت السنة مرة مرة قوية خصوصا بين الاثنين ذولا. ميسي صراحة الموسم ذا الموسم طاف برا الحسبة نهائيا كأفضل لاعب في العالم، وكان من الصعب إنه يترشح له. وعلى فكرة تراه الثاني، هو الثاني في التصويت، خذ نسبة التصويت 24%، الدون 29 وريبريه ظهر 23، ريبريه هو الثالث. برضو هنا علامة استفهام على المصوتين، احنا مرة ما نقدر نقول على الفيفا، هذا اللي واضح لنا انه المصوتين، علامة استفهام على المصوتين. الدون يستاهلها، ريبريه كان يستاهلها، ظلم ما ظلم ريبريه ما تقدر تقول شيء حقيقة، لان الدون يعني كريستيانو سكتك، ما تقدر تقول شيء. هداف دوري ابطال اوروبا، كل انجاز شخصي فردي سواه الدون ما هو محتاج احد او ما هو محتاج فريق يساعده، كل شيء سواه بنفسه. في نهاية الفيديو اتمنى ما حد يزعل اللي قلت هذا كان رايي الشخصي، سواء من ناحية تشكيلة السنة او افضل لاعب في العالم. ويعطيكم العافية شباب، لا تنسون اللايك والاشتراك المفضلة والنشر او الشير. واذا كان عندك اي سؤال او استفسار او حتى رايك في تشكيلة السنة اكتبه لي تحت، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.